2001 المسابقه ديال نار سخه زعما كانت مسابقه ديال الوكاله الوطنيه الوكاله الوطنيه الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه يوم 18 فبراير اخر اجل ديالها هو 10 يناير اخر ملفات سيطو. كان عندي واحد المشروع ابتكار ديال الفيروج متطور فائق السرعه في جي بي اس في ابعاد تيعطي في جي بي اس في بي سي في كاميرا انسيكري تي المراقبه الطرقيه والناحيه كاين فيها المراقبه الطرقيه السلامه الطرقيه بتسجيل المخالفات وتسجيل تسجيل المخالفات على المدار اليومي. هاد البي سي تيكون في ان سيرفر تي المعلومات مع الامن الوطني تي تعمل جميع المعلومات المخالفات على الحوادث السير والحوادث السير في المدار ديالو في المدار ديالو وكذلك تيعلم حالة الفرار واحد ضرب السيارة وضرب هرب على الدراجات النارية تيحمي الثرمة الطرقية تيفوق لومبوتياج ديال الطريق على حسب الطريق لأن يعني في واحد لابيس ديال جي بي اس ديال في البي سي وكان في جناب ديال التطوار غيكونوا باش يصد هاد المعلومات باش يتحكم في المدار ديال الفيروج. انا خدامي في طور انجاز زيرو غندير كم جسم صغير غندير كتجربه هذا غنبوبوزي يعني مالنا يوم 18 فبراير وغتكون كوميا دابا غادي انا كندير جسم صغير ما غنساش شي حاجه بسيطه ماشي شي عاد يكون من القدام هما غيدعموا لي الى ان شاء الله يفسد المسابقه هما اللي غيدعموا لي 15 شهر يطرح هذا الفيتشي. هذا الاختراع على حسب حوادث السير على حسب المخالفات والزجر ديال المواطنين لم تحترموا قانون السير. انا ولومبوتيجا الطريق تكون جميع المدارات تكون عامره. انا تكون في الصباح اوقات الدروا كذلك تكون قل من بالنسبة لحوادث السير غندوز كثيرة اختار انني خدام في مركز واحد التقني وتنبغي الطريق تكون ما تكونش حوادث السير ما تكونش انا خدام في الدومين شحال من عام 20 عام ونخدم فيه حيت سولت بعض الناس الشرطة وسولت الاستفسارات ديالهم قال لي تبارك الله عليك.